السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم غتكون كلاص منعش وبارد في هذا الجو هذا. غادي نحتاجو ربع ديال الحليب، ما يعادل 2 كيسان أو 2 علب ديال الياغورت بقياس علبة الياغورت فيها 110 غرام، علبة ديال كريم شونتي فيها 100 غرام، وعلبة ديال الفلون نكهة ديال الكراميل فيه 50 غرام بالسكر ديالو، وجوج علب ديال الفلون كراميل، وغنحتاجو 100 غرام ديال الشكلاط الأسود من نوعية جيدة محكوكة أو مقطعة بالموس طريفة صغار. بالنسبة للحليب تيكون بارد، يلا جبناه من الثلاجة، غادي نضيفو عليه الفلو. بالنسبة لهاد الفلو هذا غادي نحتفظو بهداك، من الأحسن خدو هاد الماركة اللي كتكون مع هاديك العلبة ديال الكراميل باش كتزينو بها الكلاص ديالكم في الأخير. غادي ناخدو ديك العلبة كاملة غادي نديرها، ما غاديش نديرو السكر حيت الفلون فيه السكر، وكذلك الكريم شونتي فيها السكر. غادي نزيد الكريم شونتي حتى هي. هاد الكلاص سهل بزاف وكيجي لذيذ وفيه مكونات بساط. بالنسبة للشكلاط تقدروا تعوضوه باللوز. غادي نضيفو ديك الكريم شونتي على الحليب. بالنسبة لهاد الكمية 100 غرام او ما يعادل كاس العنبة. غادي نزيدو عليهم هذاك الياغورت ديال الفلون اللي كيكون بالكراميل. لان التراب الكهربائي على سرعه اللي كتكون مرتفعه كنخفقو الكل حتى كطلع لينا لاكريم وكتكون شاده راسها واقفه مزيان. بعد ما طلعت الكلاص ديالي كيف كتشوفوا ديك لاكريم عقدت وشدات راسها مزيان. غادي نضيفو دابا الشكلاط وغادي نخلطو بواحد المعلقه من الفوق لتحت غير بشوي باش ما نهبطوش. تقدروا ديروا الشكلاط كيف قلت لكم، تقدروا ديروا اللوز الكركاع اي حاجه بغيتوا، تقدروا تخليو غير هكاك. غادي نخلط هاد الشكلاط دابا مع الخليط وغادي نديرو في واحد المول اللي تيكون على حسب الرغبه ديالكم، بيتوه مدور او طويل. تقدروا كذلك ديروه في علب ديال البلاستيك يكونوا كبار، ومني كيجمد كتاخذوا بهذيك المعلقه ديال الكلاص وكديروه في الكويسات. اول حاجه كناخذوا المول ديالنا كنفرشوا فيه البلاستيك الغذائي، ضروري جدا تفرشوه باش كيسهل علينا ملي كيجمد كنجبدوه بكل سهوله. الان كنجيبو الخليط ديال الكلاص وكنخوف في هذاك المول اللي فرشنا فيه طبقات ديال البلاستيك وكنقادوه مزيان باش كياخد الشكل ديال المول. كنعاودو نغطيوه بواحد البلاستيك من الفوق وكندخلوه للمجمد لمده ديال ليله كامله. كتصوبوه في الليل والغد ليه كتجبدوه كتلقاوه واجد، كيجي رائع جدا، المذاق لذيذ بزاف كيعجب الكبار والصغار. واللي زوين فيه انه تيجي كريمي بحال هذاك اللي كنشريو اللي كيتباع، ما كيكونش قاصح، ما كيكونش قاصح بحال الا فيه الماء، حيت النسبه ديال الكريمه وداك الاضافات اللي ضفنا ليه كتعطي واحد النكهه مميزه وواحد القوام رائع. بعد مرور الليله كامله جبدته من المجمد غادي كنخرجوه من المول، كيخرج كيف كتشوفوا بسهوله، وكنزينو بهذاك الكراميل اللي كيكون مع الفلو.
ما تنسوش الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم تخليوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه الا كنتوا باقي ما مشتركينش. هنا بعد ما كنقطعوا كيف كتشوفوا كيبقاو باينين هذوك الطريفات ديال الشكلاط، كيعطيو واحد الشكل رائع. كيف قلت لكم تقدروا تعوضوهم باي نوع من المكسرات حسب اختياركم، كذلك تقدروا تستغنوا عليهم. ما تنسوش تشاركوا الوصفه مع الاصحاب والاقارب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.